انا مش تامر جمال، انا حظابط احمد افندي يسري من مباحث اليوتيوب. حضرتك سي احمد افندي يسري الظابط؟ ايوه، وان شاء الله راقبكم في مشنقه اليوتيوب على ايديا. المشنقه؟ ليه يعني؟ امال ليه يعني؟ ما تصدقوهاش، دي مش نجمه ابراهيم، دي اليهوديه بوليني اوديو. اوعى وليا. عشرات اليهود والصهاينة موجودين في بيتك وبيكلموا مع عيالك كل يوم تقريبا من خلال التلفزيون. ما تستعجبش، انت ناسي مدام راشيل ليفي. راشيل ليفي؟ عامل نفسك مش عارف. راشيل ليفي الشخص ده موجود هنا؟ بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟ ابدا، وانا هزعل منك ليه؟ راشيل ليفي سمت نفسها رأي ابراهيم، صهيونيه متعصبه للكيان الصهيوني، واحده من المساهمين في تكوينه، كانت بتلم لهم تبرعات وكانت السلاح الناعم لاقناع اليهود المصريين بالهجره لاسرائيل طبعا عشان يبنوا الدوله. راشيل ليفي باوامر من الصهاينه عرضت على اليهوديه ليليان مردخاي انها تهاجر لاسرائيل. مردخاي كمان كانت متهمه بالتجسس، بس عبد الناصر قال بس يا جماعه بس، الست دي بريئه بس تدفع لصندوق تحيا مصر. وباوامر من الموساد اشتركت راشيل ليفي في اغتيال عالمه الذره المصريه سميره موسى وقتلوها في امريكا. راشيل ليفي اللي عملت فيلم سلامه في خير مع نجيب الريحاني، وعريس من اسطنبول مع يوسف وهب، وطبعا رصاصه في القلب مع عبد الوهاب. انا هعرض عليك دلوقتي عدد سريع من الممثلين اليهود والصهاينه اللي دخلوا بيتك باسم الفن، غيروا اسمهم وعملوا شخصيات جديده وقعدوا يمرروا للمجتمع المصري رسائل تتراوح ما بين الجنس والرزيله والترويج للصهيونيه، ولا زالوا. ودول مثال من اللي ذكرهم فتحي عبد العليم في كتابه النشاط الصهيوني في مصر. نبدا بتوجو مزراحي، مخرج بتلاقي اسمه على كتير من افلام زمان زي سلفني 3 جنيه، كدب في كدب، تحيا الستات، وليلى بنت الريف. وقدم نفسه للمجتمع المصري باسم احمد المشرق، لكنه اعلن عن هويته اليهوديه الحقيقيه بتبني لشخصيه اليهودي شالوم، وده طبعا اسمه المستعار اللي دخل بيه بيتكم. اسمه الحقيقي ليو انجل، اللي كان مزراحي عاوز يلمعه ويبين اليهود اذكياء وابطال ومش بخله بالنسبه للمصريين اللي بيظهرهم في صوره سوزج او طماعين او مغفلين زي علي الكسار. مينات شالوم تحت اسم المستعار نجوى سالم. كل ما اشوفك افتكر حسني يا حبيبي يا حسني، يا خساره شبابك يا حسني. والدتها كانت محاسبه يهوديه في شيكوريل، واستثمرت معرفتها القويه بوزير الماليه وقتها امين عثمان في دعم الحركه الصهيونيه في مصر. سيرينا ابراهام بتاعت فيلم طاقه الاخفاء. دي من اوائل اليهود اللي هاجروا للكيان الصهيوني، والحقيقه فشلت في اقناع اختها نجمه ابراهيم، فشلت في اقناعها بالسفر معاها لاسرائيل. وطبعا دي ما اسمهاش نجمه ابراهيم، اسمها الحقيقي بوليني اوديون. انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ليليان ليفي كوهين، اسمها المستعار كاميليا. ايوه يا بنت، شفت كل حاجه بعناية، سمعت كل كلامهم ضد ساعات. انت راجل طيب وعشان كده حبيت انبهك. ايوه، عشان انت راجل طيب حبيت انبهك ان كان ليها دور جامد في نقل اخبار الجيش المصري، وكانت بسهوله بتوصل لقصر الملك، بس كانت محبوبه قوي في البيت المصري. بنت الايه؟ ستيفان روستي. مش انت يا فالح خصفص علشان هونك؟ سامحني يا عم ستيفان، برضو يهودي بس تقريبا الوحيد اللي كان بيظهر باسمه الحقيقي الياس مؤدب. ابعد راس البر دي عني. اللي عمل قلبك لحقت نسيتني انت تبقى مين؟ انا بيبقى انا. ابدا انت مش انت ولا انت اجداري. طبعا هو مش هو ولا انت اجداري، ما اسموش الياس مؤدب لكن اسمه إليا ساسون. منير مردخاي. صحي النوم صحي النوم صحي النوم صحي النوم صح النوم صح النوم، اصحوا بقينا الساعة 8. صح النوم، منير مردخاي يبقى اخو ليليان مردخاي وجوز سهير البابلي. صح النوم. سلامة الياس. ما تصدقيهوش. انت عارف انا لسه اقول ايه يا عم الياس؟ الياس من اليهود اللي رفضوا الهجرة للكيان الصهيوني، اتبرع لتحيا مصر وقعد. كذاب كذاب. ظريف قوي ابن الايه. اللي عكسه بقى جراسيا قصيد، فلسعت بدري بدري على اسرائيل وما قدرتش على اختها صالحه قصيد. ارسل لوبين صالحه قصيد. اما بقى فيكتوريا كوهين ما تشغلش بالك بيها، كانت على طول كومبارس. دي صباح الخير يا تيزا. تيزا اختيس انا ابلة. هنريت كوهين تعرفوها باسم بهيجه المهدي. تسمحي لي ادخل يا حاجه؟ شوفي مين ده اللي بيخبط، يمكن يكون بسلامته. ايه اللي هيجيبه دلوقتي؟ ده ميعاده الساعه 5. عثمان. ايوه عثمان. ايه اللي جابك دلوقتي؟ سيبني في حالي.
بتطلع دايما مرات علي الكسار. اختفت بعد الحرب مع الصهاينه سنه 48 ولحد دلوقتي محدش عارف راحت فين. الراقصتين الولوليه اللولبيتين ليلى وليمه. طبعا ده قناع. الاسم الحقيقي بيرتا وهيلينا لفيشيل البرت، صهاينه متهمين بالجاسوسيه وخلعوا على امريكا. محدش من المصريين كان يعرف انهم يهود اساسا. طبعا كان ليهم علاقه بسياسيين كتير وظهروا في افلام كتير كرقصين. والان مع كيتي الراقصة اللولبية. والحقيقة هي مش يهودية، هي يونانية بس جاسوسة اسرائيلية. رفعت الجمال اللي هو رأفت الهجان كتب في مذكراته ان اتعرف عليها كويس. كانت عضوة في شبكة الجاسوسية الاسرائيلية اللي كان بيديرها ضابط الموساد ابراهام دار، واللي كان هدفها تفجير مكاتب بريطانيا في مصر وتفجير بيوت وتجارة المصريين اليهود عشان يجبروهم يهاجروا لاسرائيل وينشئوا الدولة. انكشفت الشبكة بالصدفة ومعروفة باسم فضيحة لافون. في الحقيقة كان هدف الصهاينة السيطرة على السينما لصالح المشروع الصهيوني والدخول للبيوت المصرية بس افكار معينه، والمصريين ما كانوش يعرفوا يعني ايه صهيونيه او اصلا عندهم حساسيه من الكلمه دي. طيبين قوي يا خال، لدرجه ان موجود لغايه دلوقتي بنزيون اللي هي بالعبريه بن صهيون. بنزيون ده كمان كانت بتتعمل مؤتمرات لنشر الصهيونيه واقامه وطن لليهود في فلسطين. عادي مؤتمرات في مصر عادي كده، عيني عينك. بنزيون بقى. وكانت اغلب السينمات اللي بيملكها اليهود بتبث افلام عن الصهيونيه عادي جدا، زي فيلم اليهود التائه وقمر اسرائيل وفرعون والعبرانيين. لك ان تتخيل مثلا ان حي الظاهر كان فيه اكتر من 20 سينما بيملكها 2 من اليهود، ادجار شيرر وكوهين. وبعد فتره من انتشار التلفزيون دخلوا بالافكار دي لاغلب البيوت المصريه. انا مش هنا عشان اقول ان كل الممثلين المصريين اليهود خونه، ولا كلهم وطنيين او عاديين. كتير منهم عشان يواجه تهجيرهم عن طريق عبد الناصر والحركات الصهيونيه اللي بتفجر بيوتهم ومحلاتهم كان بيضطر يعمل حاجتين، يشهر اسلامه ويتبرع للجيش وصندوق تحيا مصر. في ناس مشيت وفي ناس قعدت وماتت هنا واتدفنت هنا، بس اسلمت اشهرت اسلامها واتجوز الست اللي شغاله عنده علشان يقيم تجيب له اقامه ويقعد في مصر. لكن الغريب ان الكونه منهم واللي ثبت صهيونيتهم وتورطهم في الدم اعمالهم وافلامهم لسه موجوده وبيشوفوها اولادنا. وده يفسر لك تسرب بعض الطباع الغريبه في سلوك وافكار وتوجهات بعض المصريين، واللي لسه بعضهم لحد دلوقتي بنكتشف انه من اصل يهودي، زي الفنان كريم قاسم. فانا لما رحت لاختي قلت لها كذا كذا، واليهود على فكره مناخيرهم طويله، واليهود على فكره مش عارف بخه، واليهود مش عارف ايه. فقالت لي كريم انت ما تعرفش؟ قلت لها ايه؟ قالت لي امك يهوديه. قلت لها نعم. ففجاه حصل لي نوع من الصدمه طبعا. ويا عالم كم ممثل اكشن او ممثل عاطفي هنكتشف انه يهودي او صهيوني جوه بيوتنا. قطيعه ما حدش بياكلها بالساهل.